انطلاقا طبعا من القيم التي يعمل عليها مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، وايضا تنفيذا لمبادرات الخطة الاستراتيجية التي وافق عليها مجلس الأمناء، جاءت فكرة جائزة الحوار الوطني لتعكس الاهتمام بقضايا التسامح والتعايش واللحمة الوطنية، والتي تؤكد عليها قيادتنا الرشيدة، وقبل ذلك تؤكد عليها يعني قيمنا الإسلامية وعاداتنا العربية الأصيلة. المجتمع السعودي الحمد لله ينعم ولله الحمد بالنماء والاستقرار والأمن والرخاء، وهذا طبعا يحتاج منا دائما إلى تعزيز. فهذه الجائزة في مجالاتها الأربعة، وهي الخاصة بالأفراد والقطاعات الحكومية وقطاع الخاص وأيضا مؤسسات المجتمع المدني، هدفت إلى تشجيع المبادرات والأعمال التي يقوم بها سواء الأفراد أو القطاع الخاص أو القطاع الحكومي أو قطاع مؤسسات المجتمع المدني، ومن ثم مشاركة المركز في تعزيز هذه القيم في المتمثلة في التسامح والتعايش واللحمة الوطنية. لا شك أنه نحن نحتاج إلى دعم الجهات الإعلامية، وبالتالي حضورهم اليوم ووجودهم معنا حقيقة سوف يعزز من قيمة الجائزة بإذن الله تعالى، ونأمل أن هذه الجائزة إن شاء الله وهي تهدف إلى أن تستمر بشكل سنوي، أن بإذن الله تعالى تزيد المشاركات. وصلنا حوالي 176 مشاركة ولله الحمد، شكلت لجان مستقلة لكل مجال من المجالات، وبالتالي فرزت هذه الأعمال وتم الإعلان عن الأعمال الفائزة. فنحن اليوم نعقد هذا المؤتمر الصحفي، ونأمل بإذن الله تعالى أنه يتم الحفل لتوزيع الجوائز، ونأمل إن شاء الله أن يكون هناك رعاة لهذه الجائزة مستقبلا بإذن الله تعالى.